للرياضات البحرية تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة. فورمولا 1 والدراجات المائية الأكوا بايك اليو اي ام. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. تكريم أبطال العالم يتواصل والآن مع المنافسات المشتركة. All right, ladies and gentlemen, the World Championship top three in the runouts. Here we go. In the runabouts, we'll start with... أتشرف بدعوة أصحاب السعادة لتكريم الفائزات في جائزة الشارقة الكبرى. للتقاط الصورة التذكارية